الإدارة ليست مجرد كرسي أو مسمى وظيفي. المرأة لديها القدرة على الوصول لأعلى المناصب إذا كان لديها الشغف والإصرار. الإدارة نظرة للمستقبل. الإدارة إبداع، تحدي النفس، ابتكار، قيادة فريق للوصول إلى القمة. برنامج رايز غير الموازين، أعطانا فرصة للتغيير وإثبات قدراتنا بالمناصب القيادية. MBK Rise values the incredible contributions of women leaders. It's about building a legacy of empowered women. في جزء كبير من المشاركات في الدفعة الأولى already ترقوا في مناصبهم وتطوروا وبقى ياخدوا قرارات أكبر وبيأثروا تأثير أكبر في مؤسساتهم، وإحنا فخورين جداً بالنجاح ده ونتمنى نجاح أكبر في المستقبل. لما سوينا هذا البرنامج تعاوننا مع جامعات رائدة عشان نوفر نموذج شامل. كان هدفنا نوفر نموذج يجمع بين التميز الأكاديمي والتحديات الواقعية للقيادة علشان نمنح القائدات الأدوات اللي يحتاجونها للنجاح. لا تنطرين اللحظة المثالية، اللحظة أنت تخلقينها. إذا كان عندك 10 سنوات خبرة أو صاحبة مشروع وعندك فريق عمل وعندك شغف، سجلي في برنامج رايز لتطوير القيادات النسائية.